ونحن عم نعلق الاعلام بالطب بفوتوا علينا جرائم معلوماتيه، بيجي بمضونا على تعهدات وبياخذوا الريسيفرات وفي هون جوري مشبعين له التلفزيون. وبعد جولات من المفاوضات مع شركة سما لعرض 5 مليون دولار أرضي على تلفزيون لبنان. إضافة إلى 2 مليون دولار حصة الشركة. مش قادرين ندفع مصاري تنقدر ننقل المباريات. نحن موزعين حصريين عبر الكيبل في لبنان، وهيدا الكلام ثابت وما بيتغير.